مستمرة. شاهدوا 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 مشات الكرة بهذه الطريقة. إذا اللي كنا نتكلموا على التسلل ما كاينش تسلل نهائيا لأن جوج لاعبين داخل منطقة أو داخل المرمى. فعلاش جاء هذا القرار من جانب الحكم؟ هنا فين كيبقى السؤال. نشاهدوا اللقطة، واش كان شي لمسة؟ واش كان شي خطأ؟ أنا أعتقد أنه هدف سليم لأن بهذه الطريقة هذه اللي شاهدنا من إعادة جوج ديال الزوايا.